لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي. عصام، تصريحات لافتة لرئيس الوزراء جونسون اليوم، ماذا عن أهم ما جاء في هذه التصريحات وفق متابعاتك؟ يعني جونسون سئل عن مسألة أزمة الوقود في بريطانيا وما هي الطرق التي ستلجأ إليها الحكومة لحل هذه المشكلة. قال إن أزمة الوقود في طريقها إلى أن التخفيف بسبب الخطوات التي اتخذتها الحكومة، منها كما ذكرت محمد الاستعانة بقوات الجيش، إذ منذ يوم غد الاثنين سيكون هناك عدد من أفراد الجيش لقيادة الشاحنات التي أو الصهاريج التي تنقل الوقود من المصافي إلى المحطات. أيضا هناك الحكومة قررت منح مئات الرخص أو أذون العمل المؤقتة لسائقين من دول أخرى من دول أوروبية للعودة والعمل هنا في محاولة للتخفيف من وطأة هذا النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات، وذلك لعدة أسباب، منها أزمة كوفيد. في الفترة المقبلة توقفت تقريبا دائرة الترخيص عن إصدار رخص جديدة للسائقين لأنه يتعذر امتحان السائقين الجدد بسبب ظروف التباعد الاجتماعي. أيضا عودة أعداد كبيرة من السائقين إلى دول أوروبا الشرقية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مطلع العام، وأيضا يعني عزوف بعض السائقين عن العمل على الشاحنات لأن الرواتب لم تكن مجزية وقرروا العمل على الشاحنات أو العربات الصغيرة التي تقوم بعمليات الدليفري. إذن كل هذه الأمور ساهمت في هذه الأزمة. رئيس الوزراء يقول أن الحكومة تسعى بكل جهدها لحل هذه الأزمة وسنرى النتائج، لكن كما قلت هناك توقعات متشائمة من أنها قد تستمر حتى أعياد الميلاد. نعم، شكرا عصام على هذه المتابعة. عصام عكرماوي مراسل بي بي سي كان معنا من هنا من لندن.